عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو يوم ان شاء الله. هاد لا فيديو ما غاداش تكون فيه وصفه، وانما غادي نجاوب على واحد اربعه ديال الاسئله. والله العظيم الى اربعه الاسئله، او ما كتبهم هنايا اربعه ديال الاسئله اللي كيسولوني بزاف عليهم البنات، وما يمكنش كل وحده نجاوبها بوحديتها، فخاصني ندير فيديو صراحه. مهم، اول حاجه قبل ما نبدا لا فيديو، بغيت نشكر كاع الناس كاع الناس كاع الناس اللي اشتركوا عندي في لاشين مؤخرا. كنشكركم من اعماق قلبي، كنشكركم صراحه. نتوما بيكم نتوما كنوض، انا كندير واخا يكون ضرني راسي كنوض كندير وصفه قسما بالله. الا دابا حاليا الشقيقه شداني ونايضه باش نجاوب على هاد الاسئله هادو، باش ما نخليكمش نتوما يعني مشوشين. فشكرا بزاف على اي وحده واي واحد. انا كنشكر سواء كنتي بنت صغيره كبيره، كنتي مجوجه ما مجوجاتش، كنتي ام، كنتي خاله، كنتي دري، كنتي مهم اي واحد انضم لاشين ديالي، كنشكركم من اعماق قلبي والله العظيم. الى راكم وليتوا عائلتي الثانيه بطبيعه الحال، عائلتي يعني عندي عائله بطبيعه الحال صغيره، وفي نفس الوقت راه ولات عندي عائله كبيره في هذا اليوتيوب. فكنشكركم وكنرحب بالجميع. كنتي مغربي، كنتي جزائري، تونسي، من اي دوله من اي دوله، مرحبا بك عندي في لاشين. وتحيه كبيره تحيه كبيره تحيه كبيره للجاليه المغربيه ديالنا. واحد ديديكاس لاختي اسماء، كنموت عليك. واحد البنت اللي صراحه دائما كتكتب ليا شجعوا فاطمه الزهراء، فاطمه الزهراء كنبغيك، فاطمه الزهراء كنشكرك بزاف. ديديكاس كبيره لك حبيبه ديالي. بغيت نقول لكم كاملين صراحه، بغيت انني صراحه نذكركم كاملين. اسماء، مريم اللي كتقول لي برينسيسا، كنبغيك حتى انت صراحه ظريفه بزاف. رضوان، عبد العالي، عادي ما نقدرش نبقى نقولهم وفي نفس الوقت ننسى شي واحد وتقلقوا مني. كلكم صراحه، كلكم اللي كتكتبوا ليا وكتشجعوني كنشكركم من اعمق قلبي. لان فريمون يعني هذا كنفرح بزاف ملي كيتزادني صراحه شي واحد هكا في لاشين، كنفرح من قلبي. وكذلك لي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كيحفزوني نزيد صراحه للقدام. ف شكرا لكم بزاف 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 بزاف. مهم، اربعه الاسئله اللي دائما كيجيوني في لي كومونتير فيما كندخل يوتيوب ستوديو. ما كندخلش انا، اسمحوا لي، الا ما شفت شي ميساج عرفوني راه ما شفتوش، اولا ما بانش ليا، لان ما كنمشيش للفيديوهات، كندخل لواحد البلاصه عندنا في اليوتيوب اللي هي يوتيوب ستوديو وكنشوف. مهم، بالنسبه لاول سؤال كيجيني وبكثره هي علاش كتهضري بزاف؟ فاطمه الزهراء كثرتي الهضره بزاف. كيجيني هاد الميساج اولا هاد الكومونتير كيجيني في واحد الوصفه ديال التبريمه درتها هادي شحال، والان تبارك الله مازال كيجيوني الميساجات. علاش؟ لان ديك الوصفه مازال كتشاف ولقات واحد الاقبال كبير. وبنادم انا باش عجبتوني وعلاش بغيت نجاوب هاد يعني نجاوب على هاد السؤال، لانكم كتكتبوا لي بطريقه بناءه. تبارك الله عليك اختي، ولكن راكي كتكثري الهضره. تبارك الله عليك اختي، غير نقصي شويه الهضره. تبارك الله عليك اختي، غير ما تكثريش علينا. مهم، شوفوا انا هاد السؤال هذا نجاوبكم. اختكم فاطمه الزهراء راه مني كتحل الكاميرا كيف ما دابا، انا دابا جايه نجاوب على اربعه الاسئله اللي نقدر نجاوب عليهم غير في 5 دقائق. مي هانتوما شوني دابا كنهضر، حيت حاسباكم بحال جالسين حدايا وتنهضر معاكم. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، راه ملي كنحط واحد الوصفه راه من الواجب عليا انني نعطي كاع المعلومات على ديك الوصفه. راه ماشي انا كنكثر الهضره شاده في شي واحد ولا شاده النميمه في شي، راه كنهضر على الوصفه اللي حطيت. فالواجب ديالي هو انني نعطي الوصفه ونعطي المكونات والطريقه، وكذلك نعطي الفوائد ديال الوصفه، ونعطي طريقه الاستعمال، ونعطي واش كتصلح لهاد البشره ولا لهاد البشره، ونعطي شحال المده ديال ان خاصها تبقى عندك، وشحال ديال المده خاصك تستعمليها. يعني كنهضر كنحاول انني نشرح في داك لا فيديو كلشي كلشي كلشي. ومع ذلك كيجوني اسئله، فاطمه الزهراء واش نخليها ربع ساعة ولا نص ساعة؟ واش يعني انا راه في الفيديو راني شارحة كل شيء، حيت نتوما تيجيكم مثلا الفيديو ممل،
دغيا كتخرج، ولكن الفيديو راه فيه الاجوبه ديال دوك الاسئله. هذه بعدا وحده. ثاني حاجه اللي غادي نقول بالنسبه لهذا السؤال هو انك حبيبه ديالي، مع احتراماتي للجميع، الا ما بغيتيش تسمعي هاد الانسان اللي ناضت وعطاتك هذيك الوصفه وتسمعي المعلومات اللي مهمه، راه ماشي شوفوا راه ماشي ليسونسييل هما المكونات ديال ديك الوصفه اللي حطيت، ليسونسييل هو تسمعي الوصفه وتسمعي الفوائد ديالها وتسمعي طريقه الاستعمال ديالها وتسمعي كاع كلشي داكشي اللي غادي نخرجو انا من فمي. فهمتي كيفاش؟ فحبيبه ديالي الا معجبكش معجبتكش الهضره ديالي اولا انني كنطول في الهضره، فممكن انك راه كاين ديك اللعيبه نقطه حمراء، زيدي لا فيديو، زيديه زعما كاينه البلاصه اللي فيها المكونات، شوفي المكونات ممكن انك تخرجي. يعني صافي انا كنجاوبكم ديريكتومون، داكشي عندي لوجيك. ديجا كنت منتقده، اللي ما كيعرفنيش راني كنت منتقده، يعني راني يعني كنقول حاجه كنقولها في الوجه، سواء كنت كنهضر في انتقاده ولا كنهضر في الوصفات. مي حاليا اختكم راه في الوصفات دابا، وكذلك ومع ذلك يعني راه كتعطيكم الوجه الحقيقي ديالها. انا ما عنديش مع ديك دخل وخرج في الهضره. الا ما عجبكش لا فيديو حيتاش طويل، ممكن تزيدي الفيديو البلاصه المكونات، تشوفي المكونات وتخرجي. ديك الساعه غادي تبقاي ملي غادي تجي تخلطي ديك الوصفه تقولي ودابا هاد الوصفه انا خلطتها وشحال خصني نخليها في وجهي، دابا شاط ليا هاد الشويه واش نقدر نديرو في الثلاجه. يعني غتبقاي تسائلي انت بوحدك، يعني حيت انت ما تصنتيش اشنو كنت كنقول. بلا ما نطول في هاد سميتو لان كثرت صراحه ياك. مهم ثاني سؤال، واش رموشك ولا ملصقين؟ هاد السؤال كيجيني صراحه بكثره، وكاين ناس اللي كي ما كيسولوكش وانما تي وانت ملصقه وانت وانتوما واش انا واش انا في عرس اللي لصق الرموش؟ راه رموشي رموشي حقيقيين. دابا دايره ليهم واحد الماسكارا وما حملتها ما قبلتها، علاش؟ لانها بحال لصقاتهم ليا مع بعضياتهم، بعداتهم ليا على بعضياتهم. شفتوا كيفاش دايرين؟ ها نتوما رموش حقيقيه، ما كاين لا اصطناعيه ولا يديك ولا يخليك. درت هاد الماسكارا هادي ديال اختي، صراحه ما عجبتنيش. ويد بيبر، ها هي ويد بيبر. اوبس ويد بيبر. باش عارف راسها راه ما زويناش، طاحت ويد بيبر. ما عجبتني الصراحه، اول مره استعملتها ما عجبتنيش، لصقاتهم ليا. انا كنت كندير صراحه هادي، هادي اما سالت ليا ديال ماي بيلين، راه سالات وانا اضطريت. ها نتوما راه سالات، ها واضطريت انني ندير الاخرى. هادو رموش. ثالث سؤال، الفروماج مضر بالوجه؟ الفروماج فاطمه الزهراء كيضرب الوجه، الفروماج فاطمه الزهراء خايب الوجه. الفروماج ما خايبش الوجه، رجعوا للفيديو ديال سعيده شرف اللي كتقول لهم انا الفريميجه ديالتي اللي نورمالمون خصني نفطر بها كندهنها لوجهي. الفروماج ماشي مضر بالوجه، مضر بالوجه الا كانت لابو ديالك انتي سونسيبل حساسه، والا لابو ديالك فيها الحبوب، والا لابو ديالك ما جاش معاها الفروماج. فهمتي؟ الا كانت البشره ديالك حساسه من الفروماج ممكن انه يضر لك بالوجه ديالك، يولي حمر ما نعرف كيفاش يرجعوا لك. ولكن الا البشره ديالك عاديه راه ما عنده ما يدير لك، غزال الفروماج، غزال 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 الفروماج. نعاود نقول لك الا البشره ديالك حساسه ممكن انها تحسس من اي حاجه، من اي حاجه ممكن ان البشره ديالك تحسس. الفروماج ماشي قالك الفروماج وبطاطا، بطاطا قالك كتكحل، ودابا زيدي معاها بطاطا راه كتبيض، بطاطا كتبيض ماشي كتكحل. اخر سؤال على ما اظن اللي بقى ليا هو حجبانك كتراصيهم بطريقه غلط وكتراصي الجلده وكتطوليهم على جهه العين ديالك. شوفي اللي سؤال اللي قالت لي هاد المهم نتوما راكم بزاف، هالعين ديالي وهالحاجب ديالي، شفتي شفتي يا حبيب، هالعين هالحاجب، واش انا درت العين ها ودرت الحاجب ها؟ لا، درت العين ها ودرت هانتو هاي. هادي بالنسبه للطول. ثاني حاجه حواجبي، راه ديجا رجعي الفيديو اللي قبل راني درت عليهم فيديو كيفاش كنطراسيهم، ما كنطراسيش الجلده،
كانت راسي حواجبي اولا من الجدر، راه قلتها في هذاك لا فيديو، من الجدر ديال ديال بحال دابا هادو التحتانيين من الجدر، ما كنهبطش تحت الجدر، وكان طراسي عاوتاني هادو ما كان طلعش فوق الجدر، ما كان طراسيش الجلده، ما كان طراسيش الجلده بصفه نهائيه، كان طراسي حواجبي. وحواجبي راضيه عليهم وكيعجبوني، وكل وحده عندها الدورات الوجه ديالها الخاصه، وكل وحده كدير الحاجات اللي كترتاح فيهم. ما يمكنش انت تجي تفرضي عليا كيفاش غنطراسي حجباني، اولا من هذه حريتي الشخصيه. هادو عينيا كنطراسي انا حجباني بحال هكا على حساب العينين دياولي، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. هادو هما الاسئله الكتار اللي هما ربعه الاسئله بطبيعه الحال، مي كيجيوني صراحه كيجيوني عليهم يعني هاد كيجيوني عليهم هاد الهضره بزاف بزاف، فحاولت انني نجاوب في هاد لا فيديو. كنتمنى من الله ان الميساجات ديالي يوصلوا، خصوصا في داك داك الكومونتير ديال راكي كتهضري بزاف، راه خصكم فاطمه زهراء كتعتبركم خواتاتها بحال جالسه مع اختي بوشرى وكنهضر بحال راكم قدامي وكنهضر. انا ما كيهمنيش الفيديو تجي فيه نص ساعه ولا جوج دقائق ولا ما كيهمنيش، المهم انا داكشي اللي في قلبي بغيت تنبغي نوصلو ليكم صافي. الا ما عجبكش انت يا حبيبه ديالي ما تفرجيش انت كاع، ما تفرجيش، سيري قبل. شوفي ديري واحد القضيه، انا ما تنبغيش نهضر بطل، ديري واحد القضيه قبل ما تدخلي تكليكي على واحد الفيديو، شوفي شحال فيه ديال دقائق، فيه جوج دقائق دخلي لي، فيه 10 دقائق الفوق ما تدخليش، حيت راه ماشي غير انا اللي تنهضر بزاف، راه معظم البنات خصوصا اللي كيديروا الوصفات كيهضروا لانهم كيبغيو يوصلوا الافكار ديالهم ويوصلوا المعلومات ديالهم اللي كتكون خاصه بهذيك الوصفه، فتحياتي ليهم كاملين. هادشي اللي نقدر نقول لكم في هاد لا فيديو، تهلاو ليا بزاف في ريوسكم، ما تنساوش بلي راكم هنا في القلب وكنبغيكم بزاف. وبسلام عليكم، هاد الساعة نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، باي باي.